يلا يا طالبات هلا كبسنا الكل على المات لاب. بنروح هلا على سيمبل هون بيختلف طبعا من فيرجن لفيرجن، بس احنا انا هون اللي عندي 2014 راح اكبس كبسه اسمها سيميولينك لايبرري. راح تفتح لنا سيميولينك لايبرري في سيمبل مربع فوق مصير مكتوب عليه سيميولينك لايبرري. سيميولينك لايبرري راح يفتح لنا سيميولينك. هلا لسبب معين التكست بصغر ما بعرف ليش، بس هلا السيميلينك بيطلع معنا واضح. رح نعمل مثال بسيط جدا، رح ناخذ داخل دائره سنجل فيز اي سي سيركت بس نطلع على الريسبونس تبعها ونتاكد انه الريسبونس تبعها صحيح وانها بتعطيني الانيشال فاليو. الكل فتح معكم زي هيك، هذه اللي هي السيميلينك. هي فتح معي اللايبرري براوزر اللي فيها السيمبلز. هلا رح اكبر انا من عندي هون شوي، احاول اكبر التكست الشكل. اوكي اذا نطلع الان هون هلا نطلع السيميليت لايف هلا اذا بتطلعوا معي الكل وصل لهي اللحظه لهذا الشكل. هلا طلعوا والله هون هدول المنيو ايتمز الأساسية تبعت السيميلينك. اللي تحتهم بصير في عندنا تول بوكسز. التول بوكسز بنستعملهم في تطبيقات مختلفة. لازم يكون لنا المهارة الأساسية على الأقل يكون عارفين السيميلينك الأساسي اللي موجود هون، هذا اللي هو البيسك أوبريتورز. هون راح تشوفوا في أشياء زي دي اس بي سيستم تول بوكس، كنترول سيستم تول بوكس، في مادة كنترول سيستم دي اس بي مادة ديجيتال سيجنال بروسيسنج. الأشياء اللي احنا بتهمنا بعدين في عندنا سيم ايفنتس ما راح نستعملها، راح نركز على السيم سكيب. في داخل السكيم سكيب راح نركز على السيم باور سيستمز. اذا الان بدنا نعمل موديل جديد، فبنروح على فايل نعمل نيو. اللي راح نعمله هو موديل، ما راح نعمل لايبرري جديد، بنعمل موديل جديد. الفايل بالسيميليك بنسميه موديل. ايش كنا نسمي الفايل بالماتلاب؟ ام فايل اللي هو سكريبت فايل، هون بنسميه موديل. بلانك موديل تمام. وهو بيعتمد على دراج اند دروب تكنولوجي. عارفين شو دراج اند دروب؟ باخذ شكل جرافيكال معين بعمل له دراجينج ودروبينج بتشكل تمام. هي صار عندنا فايل هون، خلينا نسمي هذا الفايل، نعمل له ماكسمايز، خلينا نسميه سموا اللي بدكم اياه، نسميه على الديسكتوب. راح احطه على الديسكتوب عندي. هلا انتبهوا انه اظن بصيرش يكون في سبيسز بالاسم، واظن انه بصيرش يبدا برقم، فنسميه مثلا هون سنجل فيز سيركت. راح احط سنجل عشان ما احطش سبيس، راح احط اندرسكور فيز. اوكي سنجل فيز. واذا بدنا نسميه واحد سنجل فيز اندر سنجل اندرسكور فيز اندرسكور واحد. راح تلاحظوا شكل الاكستنشن، الثري لتر اكستنشن SLX. الاقدم الفيرجنز الاقدم اللي كنتوا ما عندكم كانت ام دي ال من موديل. الفيرجنز الحديثه هي صار عندنا فايل. نطلع على بعض الاشياء الموجوده هون. نعم خلي الاكستنشن زي ما هي، بس بحكي لك انه الاكستنشن اس ال اكس عشان شفتي فايل الاكستنشن تبعته دوس اس ال اكس هو سيميلينك موديل. رح تشوفوا هون في عندنا احد الاشياء اللي بتهمنا هون، هذه هي السيميليشن تايم. فلما بعمل له بعدين رن، هلا شيدد الرن شيدد فيش شيء اعمل له رن، بس بعدين لما بعمل له بلاي او رن اللي هي هذا السيمبل من هون، ات ويل رن فور 10 سكندز. بقدر اعمل له بوز خلالها وبقدر اعمل له ستوب زي ما بنتعامل عاده بال. فالان رح نبدا ناخذ، هلا حتى نبدا في البدايه رح ناخذ نروح على سنجل فيز سورس. حتى نروح هذول خلينا نطلع على اللايبرري، فبنروح على فيو لايبرري براوزر. فيو دائما شغلنا رح يكون باللايبرري براوزر. رح نرجع هون على اللايبرري براوزر، هاي اللايبرري براوزر من هون. هلا بدنا نمشي معي خطوه خطوه عشان نوصل للمنيو اللي بدنا اياها. راح اعمل مينيمايز للسيميلينك، راح انزل تحت على سيم سكيب، نعمل ماكسمايز او اكسباند للسيم سكيب. هلا تحت السيم سكيب عندنا سيم باور سيستمز. اذا رحنا سيم سكيب سيم باور سيستمز، اعملوا دبل كليك على السيم باور سيستمز
احنا رح ناخذ سبيشلايز تكنولوجي. هلا في اختلافات بسيطه بين بعض المنيوز. اذا رحنا سيمسكيب تحت السيمسكيب، سيم باور سيستمز تحت السيم باور سيستمز سبيشلايز تكنولوجي. تحت السبيشلايز تكنولوجي هلا في عندنا مجموعه منيوز وبلوكس. في بعض اختلاف بين الفيرجنز اللي اجدد، في حد عنده اختلاف عن هاي لحد هاي النقطه؟ اوكي ايش وصلتي هناك؟ ايش اسمهم؟ علي صوتي. رينيوبل هذا 2017 زي هيك تمام. هل شفتي بفاندمنتال بلوكس ببين ايش شبيه زي هيك؟ لما كبستي على فاندمنتال بلوكس اوكي تمام؟ هلا من هون بدنا ناخذ، هلا بدنا نبدا بسنجل فيز سورس. خلينا نشوف الدائره اللي رح نبنيها، رح نبني دائره بسيطه جدا زي اللي اخذتوها. كان عندنا هون اي سي سورس، هذا السورس ايش؟ فولتج سورس ولا كرنت سورس؟ فولتج سورس. رح ناخذ فولتج سورس من هون، رح ناخذ بيسك دائره بيسك جدا، رح اخذ بس اندكتر وريزيستر. هلا هذا ما بيكفي اني اعمله هيك، بدي اشوف شو اللي بصير. شو بدنا نحاول نعمل؟ بدنا نحط كرنت ميجرمنت، وراح نحط هون زي اميتر واطلع منه اشاره، وفولت ميتر. وين الفولتج نشوفه؟ خلينا نشوف الفولتج على هون. فبدنا نحط هون فولتج ميجرمنت، راح يطلع منه سيجنال وسيجنال من هون. اطلعوا هلا معي قبل ما نكمل، اذا بتطلع هون شو بتلاحظوا على الاميتر؟ كم تيرمينال في للاميتر هون؟ في ثلاثة، اثنين منهم كهربائيات، واحد منهم سيجنال. فراح احط انا كلمة سيجنال هون سمول عشان أأكد لك انه هذا سيجنال. راح تشوفوا بعدين انه في اختلاف بالتيرمينال. نفس الشيء الفولت ميتر قديش له؟ فري تايم اثنين، عشان هدول كهربائيات بشبكهم بالمكان اللي بدي اقيس فيه فرق الجهد بين النقطة والنقطة. وهذه سيجنال راح تروح على الاوسيلوسكوب عشان اشوفها، تمام؟ وفي اختلاف بين السيجنال وفي اختلاف ما بين الالكتريكال كونكشنز. بعدين راح نحسب هون ال وراح نحسب هون ار، تمام؟ الان هلا اول شيء بدنا نجيبه، بدنا نجيب فولتج سورس. فولتج سورس وين بنروح من هدول الايتمز اللي موجوده هون؟ اذا الكل معي ماشي بهاي الايتمز رح نروح على الكتريكال سورسز. اكبسوا على الكتريكال سورس. بعدين اذا بدك تضيف واحد من البلوكس هدول اعمل رايت كليك عليه وبعدين قول اد تو. فبنروح هي في عندنا اي سي كرنت سورس، اي سي فولتج سورس. فبنعمل اد تو سنجل فيز 1. هذا اي سي فولتج سورس، فضاف لي اي سي فولتج سورس. اذا الان نرجع على الموديل رح تشوفوا صار عندكم هون اي سي فولتج سورس. مشكلته انه صغير طبعا هون لانه الشاشه عامله هاي. نعم تفضل. المسخن اللي بعد شايلين الالكتريكال سورس من المسخن. ايش حاطين محلها؟ اول شيء لا انتبه هدول سورسز مختلفه. خلينا نوقف شوي.